يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الراجح في مسألة وزن الأعمال؟ لأن الأحاديث قد وردت متنوعة، فتارة ورد وزن الأعمال، وتارة وزن العامل، وتارة وزن الصحف، فما الراجح في هذا؟ كلها توزن يا أخي، كلها توزن، كلها توزن، الأعمال والعاملون كلهم يوزنون. نعم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم.